حيا الله من يانا. ألف مبروك، تستاهلين كل خير، منزلين عامر. الله يبارك فيك حبيبتي. صراحة وايد حبيت أثاث الصالة، مو وين شريتي؟ هذه حبيبتي طلبينا من الانستغرام، هاي المشاريع الصغيرة قلنا ندعمهم، شرينا من عندهم. انزين عطيني أكاونتهم. تهكر. عاد توني بأسس غرفة ولدي، مو وين شريتوها؟ هذه حبيبتي شرينا من جزر القمر. حبيت طاولة الطعام، واللي سلمت قولي لي من وين؟ هذه الطاولة حصلناها ورث من أبو ريلي توفى الله يرحمه. حياك الله حبيبتي، سلمي على ابو محمد. خلا نوره، انا عرفت ماما من وين شارت كل هالاذان. قلت لها صح؟ لم ما قلت لها شيء. حيا الله من يانا. الله يحييك، ما شاء الله اثاثك وايد حلو. الله يسلمك. هذه كنان مكنان. كل شيء في هالبيت من مكنان. ذكر كله بالشهود. هلا احمدي. هلا والله. شخبار؟ الله يسلمك. شلونك؟ وينك انت مختفي؟ كم من شهر ما شفناك؟ متنون؟ متنون؟ اي والله وايد متغير، تقص على روحك انت، شكله غير صاير، اي جمه يخربيه، كجب مينيز، طالع قرشته، ارحم روحك. وانت شكو؟ استح على وجهك. كم شهر مو شايفني تقول لي متنان؟ والله زين قلت لي تصدق ما كنت منتبه. يكون في علمك الامتان هم الحنان، هم خفة الدم، هم ملح الحياة. عطني وضعية كم الأبط. أوكي جي. بيرفكت. ناطلك عرج في ظهرك. حلو. ناطلك عرج وش مباطك؟ عطني وضعية المحصور. طلع شعر صدرك. مشكور حبيبي. بكرة الصور عندك. ألو. هلا فتوم، إحنا برا حبيبتي. ما بدي أطلع معكم. طلعت لي حرارة من فجأة. شوفي، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما لي حبيبتي تصبري. ذكرى والله يا جماعة، ذكرى والله. ما أدري شلون فاجأتني وطلعت مرة واحدة. عليك الفلتر الورد هالفترة. حمدي ربك يد في خدك مو في خشمك. الحمد لله رب العالمين. احنا الشريف؟ يا هلا اختي. او ماي جاد، يو ار سو كيوت. الله يسلمك خليك. يعني ماي مام اند داد ذي كانت ستوب لافينج ات يور فيديوز. تسلم. كم اون دونت بي شاي. لا والله ثاني شرب شاي. والله تسلم. نعيم حبيبي. كم صار اخوي؟ خليها علينا. والله ما تقصر. احمد أحمد مرة ثانية لك تفلسف. عبالكم المستانس اليوم؟ تعرفون كم قرض انا اخذت حق الزواج؟ بسكم عقرب انتوا اللي هناك. ودي بس انت سبحتي بالعطر، هاي اجار ذي مو بلنا. ودي شلون تصورين مرتي سناب؟ خاف والله. ايش تبون نسوي اكثر؟ اشق روحي؟ حتى المشت ببالي متسلفه من رفيجي. اكو ينتظرني برا قاعد يتطلطل. عيل تبي تاخذ بنتنا بدون ما تدفع؟ انت بالذات تسكتين. احنا متفقين ان المعازيم 100 من صوبكم و100 من صوبنا. انت جايب 200 الشوله؟ انا جايب 100، جايب 200 عرس بنتي وكيفي. الله اكبر عليك، لعوتنا. وانت فلحكيت بالعيد هالاكل وعقب قولي ما حخطبني. وين قوم است الريال وروح باب السياره الجراج. وين الهندي اللي قفل السياره؟ من النار للنار. حصل
الفقر. حضرتي طق الايكوت حق جاسم ولد النوخذه وكل من قاعد يتكلم في القهوه. معلي اتصل على النبي. لا ومطرش اسنان حق عيسى ولد الجيران ويقول انه مسوي ريبلاي. انا بعرفش مطرش اللي خليته يسوي ريبلاي. حصان البنيه حاصه بغلطها. مشي الموضوع هالمره. امشي الموضوع؟ انتوا حمدوا ربكم انه ما صرنا ترند في تويتر. سمعوني زين، من يوم رايح ما في سوشيال ميديا في هالبيت. خرب سلفي هالبحريني. ايش الحاليون فيها؟ حسبي الله عليك. ايش السالفة؟ ولا هنود؟ ايني موني بونا! ايني مارلي مارلي! بس كون ما في مانجا شاي! احمد الشريف كين استقرامي! هم كون منشن كرو! مي اسكا يكون حكر اقا! صراحة ما توقعت ان الوضع بيصير كذي بدونكم. انا يا اعتذر على اللي صار. انتو دوركم مهم في المجتمع. من بيقص شعري عقب؟ من بيسوي لي شوارما زيارة طحينة؟ واللي سلمكم؟ احنا محتاجين لكم وكل شي هون الا حسابي. ما بيتهكر مرة ثانية. اسكو ما افكر دي اسكو ما في مانجيجا انستغرام. चल बेटा सेल्फी ले ले रे चल बेटा सेल्फी ले ले रे अबुर 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 फिर चुदे वीडियो دكتور حاجي مسخن شوف لي حالي انت بعد طقمنا كبره؟ لا تحميله. حبيبي بغسل وجهي وبطلع عليك. خذي راحتك. سوينتني؟ شفيك حبيبي؟ دانا؟ أنا دانا حبيبي؟ لا تحرك. خلود؟ هلا أخوي. أنت وين؟ برا أنا أمر. حبيبي أنت أوكي؟ أحمد شفيك؟ أحمد شريف. هلا حبيبي. أبي عيدية. ايه بس حبيبي انا مشتغل والدعايات اللي تسويها. انزين ايش قاعد تسوي؟ الف مره قايل لك خلاص رجع لي هالحركات. انزين ما له داعي تصرخ. طقت شمري يا انا خلاص على خلاص. الف مره قلت لك هدي عليك هالحركات. هدي عنك هالحركات خلاص. وبعد طول انتظار انفجر فجأة. لو سمحت وين الحمام؟ نوك تسلم.
مرحبا اخوي، معك برنامج الصدمه. يا هلا اخوي. اخوي شفناك ترددت كثير قبل الفجر وتروح الحمام. في الحقيقه امس مثقل على الاكل بس الحمد لله كل شيء تمام. زين ما اثر بيك الموقف الانساني؟ الرجال يصرخ على زوجته؟ والله في الحقيقه كسر خاطري الزوج، تعرف يعني الحريم عندنا ما يتأدبون الا لما تتزوج عليهم ثنتين وثلاث. يما صاير شفت زاوي يتحرك. انت ايش خايف؟ انت مو بريال؟ هذه ما فيها ريال مو بريال، هذه يطير. تعرف فيها شنو يطير؟ مو بقي شيء الا دون. خلينا نشوف ايش عندنا. اخي على السمبوسه، اخ هلا بالسويت، هلا ابوي، وفديت المستحيين اللي منخشين تحت. اشوف عاد انت عاد موضوعك خاص معي، ابيك في سالفه بروحك. لا سوي. بعد إشراقة كل صباح تستيقظ هذه الأنثى للذهاب إلى عملها، ولكن قبل ذلك لابد لها أن تغير قليلا من ملامحها لكي يستطيع الناس مشاهدة رقعة وجهها، ولكن هيهات، فالموضوع يتطلب مدة أكثر مما تتصورون. وبعد ساعات من العناء تبدأ محاولاتها في الخروج من جحرها، وتستمر على هذا الحال حتى غروب الشمس، فيتغلغل اليأس في نفسها وترجع مرة أخرى إلى عقر دارها وتقول: بليز لا حد يكلمني، طول اليوم برا على البيت وحدي تعبانة. كلمه بالعافيه، احط لك بعد شوي. لا بس كفايه منك. احط لك اشوري ما شوي. لا بس احطك في الفيلم. ما احطك في الفيلم. لا بستوك تبي بستوك خلاص. ما بطل حلجك، بطل حلجك. الحمد لله. وليش تقول الحمد لله؟ تنتظر يقول لك يرحمك الله وتعرف الجواب؟ لا برا. باقي على نهايه الامتحان 45 دقيقه، باقي 25 دقيقة، باقي 24، لا باقي 23 دقيقة و 35 ثانية. ايش فيك انت؟ سندرتني؟ عينك على ورقتك انت وياه. انت اللي هناك. السلام عليكم. شوي شوي يا شباب، هلا نص ثاني اليوم امتحانات، شوي شوي بشويش حبه حبه. ها شوي شوي يا شباب، شوي بالتلفون ما عليه، بس نتبدل الاوراق. لا 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 ترى والله ازعل وامشي امشي. ميتوم سبيار كرتاي لكن ضرور جني كمان تاع بطميز دل بطميز دل بطميز دل ميرا بيت خراب. خلاص النهار النور النهار. اي كملي كملي سمعتك. ايه لحظة شوي. فهميني فهميني شلون صار الحادث يبا؟ ما ادري شلون سويت حادث يبا، الراسي طلع علي والدوار وقفت الدوام. الحين مو في حل ثاني. دبل بلس مشت الحركة. I think you forgot this. أحمد أنا ما نسيتك أبدا ولا يوم. اللقب رقم 85، اللقب رقم 33 إن أتى للريال، اللقب رقم 24 إن أتى للبرشا. الصراع الثمر والمرور الناجح والتقدم بالأندلس مدينة قصر الحمراء في أخرى لمصلحة ريال. لعبت الكرة عالية تنتحك بيه خلاص.
اوقات ما اول ما دشيت على ربعي شافوني باللحيه كلهم حطوا الدياي في الفرن بسرعه زين فلا لا ما راح يعني انا ما سويت شيء الجلاس اللي انكسر المهم اللي ياخذ انا ما اعطوني وقعد اسولف معاك شيل الدياي اللي يحترق يما يما ها 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 فيك شيء في حموات في حموات لا لا يما بس ابي بيزات انا كم مره قلت لك لا تقعدني الا اذا في حموات ماما زليخة ماما زليخة أمس شفت ماما لابسة نفنوف أحمر وتقول حق بابا إيش رايك إيش رايك صلى الله عليه زين وبعدين إيش صار وبعدين قالت له أنت صبر الحمام بسرعة أسألك سؤال، إيش معنى أنا بالذات؟ صدقين مادري، بس يعني إحساس إنك غير. أنا بعد حسيتك غير، أحسك إنسان نظيف، ما عندك هالسوالف، ولا ترى أنا كلش ما أكلم صبيان؟ كنت حاس. أتصدق إن البنات اللي كانوا يمي كلهم يكلمون صبيان عندهم بوي فرند؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله الذي عافانا. أحبت. أموت فيك. أصلاً الله. كيوت صغيرة كتكوت كيوت أمبوي كيوت الجوت كيوت أزرق في نقاط أمبوي كيوت الكف السلام عليكم هاي حبيبتي وحشتيني الفعل في اللغة العربية أستاذ 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 نعم نعم نسيت تحط النقطة اللي على النون أحسنت شوي شوي ما شوي شوي حاسب حاسب يا هالي لعبون يا هالي لعبون طق بريك طق بريك طق بريك بريك يما قومي ماشي عني الهندي مال بوي فيتر بيدش خلي دش يا يما الهندي يما اكو عمي بدش وي 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 لحظه 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 يعني انا ما في ريال كي يما انت يبور اللي حبيبي كلهم غيري حبيبتي ريال ما بره مامان ايش صاير خانه وانا عندي طالبه في الامتحان اول ما استلمت الورقه قامت ترجف تقول مو عارف شيء مو عارف انا اللي عندي خش البراشيم تحت دفته اولها مو قادر اشوفها عندنا اثنين صبيان يخشون من بعض الدوائر ما يرنا نسوي الامتحان نموذجين شو اطلب لك؟ لا والله رجيم مخفف عمي فلها اعتبر اليوم مو بندي احذر اخي المسلم احذر من هالاشكال اللي تخرب الرجيم ما في شيء اسمه اوبن داي ابتعد عنه اركض 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 قوم يا يما قوم وراك مدرسه قوم انت ما ينفع معاك لابوك هاي الحين ما قام اكو جاهز الولد الشوق لك يذبحني في ليلي ونهاري انت دايما في افكاري صباح كذي بعد
دفع فلوس انا دفع مهر ماخذ قرض انا عشان اتزوج ابى اسمع كلام حلو غزل مو ب... شباب السفر الرياضيات غايب يقولون نسوي حادث سوي لي واحد تشيكن فليه بس بدون سلطه بس حط لي خياره واحده تحت كلش في القوع ما بيه تبين وفوق حط لي ثلاث قطع شيبس هالشي صفهم يم بعض والكتشب هني شي ابي شي يسيح حلو كذي ينزل هالشي يلون هني هني شي ينزل وين تبرع تبرع جدي الحيط انا كيف بدي اعمل هالشي وعليك جدي الحيط جدي الحيط وعليك على جنبك ఏ పూరిలే ని నారే నలే ఒక లబ్బైని కాని మాలిక గాని బోక్ జబర్ కట్ కట్ మామానే ఇది మోనల మోనల నానే తుమ్మకి ని తుమ్మకి ని నవర ఈ కరత మరి నవర పూరిలే ని నాని పూరిలే ని నవర నమ్ ఖైర్ ఇది మో అన్నక ఖవాత్ మో తస్తహల వైహక్ షేఖ దఫతజ్ ఖమత الشارع الامتحان لا عجيب الامتحان السؤال الاول جوابه 52 صح لا يا باي 52 لازم تضربها بخمسة والسؤال الثاني جوابه 43 لا 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 هي لازم تنقصها من خمسة You are the most beautiful thing I ever seen in my life Oh my god thanks honey ياه 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 ايش هالحركه وين معنا بس خلص انا بس خلص انا اعطيك الحين اعطيك الحين مدو براس هذا يقول لك هلو رد عليه انت شفت سيارتك ايش كبر احنا جبت سيارتك احس عليها اوف ما ترد عليه انت شفت حواجبك شنو شعر ماكدونالدز عطني وان ماك تشيكن وذاوت تشيز يقول لك وذاوت تشيز انت ايش دخلك ها لا لا انا بمصلحتك لا انت ما عندك شيء تقوله ترى هو الفايز بياب كم ذي هذه ماما 20 دينار صدق حرامية بتعطيني اياها ب 15 ولا اهم شيء ماما ما يصير 15 خلق غالي حيل انا اهم شيء ها امشي ولا لا امشي شك زعلت قسم بالله علي تعرفني ايش اسوي انا اذا عصبت خلني اتفجر دومي بس لحظه شوي هلا ماما انزين ماما برجع انا مع علي انزين ماما السلام عليكم كم السلام بس دقيقه بس برتب السياره تعال تعال My name is احمد أحمد شريف and I will talk today about marketing. ويعه ويعه. كافيتيريا. اثنين تشيكن فيليه واحد عصير موز اوكي وين بيت اوكي اثنين تشيكن فيليه يا رب يا عصير موز يا رب اوكي احنا نجي دقيقه واحده نجي بيت